مجرم أرهب سكان الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحكم عليه بالإعدام بقطع الرأس دياله، وأثناء تنفيذ الحكم الشخص اللي كان غينفذ عليه الحكم ديال قطع الرأس سألو قال لي تشوب، عد إلى ربك وطلب، قال لي طلب التوبة وانت في الدقائق الأخيرة ديالك. قال لي اقضي عليا، قال لي زعما اقضي عليا دغيا قطع عليا راسي. قال لي قول شنو بغيتي آخر حاجة. قال لي بغيت سيجارة، بغيت نكمي. السياف اللي كان غادي يقطع عليه راسو استغرب، واش هذا مسلم؟ واش هذا قرب يموت وباغي سيجارة، باغي قارو؟ هذا واش مسلم؟ هذا ما يمكنش يكون مسلم. قال لهذوك الناس اللي مسؤولين، قال لهم راه امنيه ديالو الاخر قبل ما يموت انه باغي قارو. قالوا لي نفذ فيه الحكم دغيا، ما كاين لا قارو لا والو، وقطع عليه راسو. هذاك السياف اللي قطع عليه راسو اللي نفذ فيه الحكم بشعر في حاله لدارو. وبقات الصوره وبقى الصوت وبقات الهضره ديالو اللي كيقول لي قضي عليا دغيا، بغيت سيجاره وبغيت داكشي، بقات ليه في راسو. علاش هاد الشخص هذا بغى قارو في اخر ايام؟ شنو القصه ديالو؟ شنو وقع؟ علاش قطعوا ليه راسو؟ وشدوا الفضول انه يعرف القصه ديال هاد المجرم، ومشى للشرطه باش يعرف هاد القصه. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكون اموركم مزيانه. اليوم جبت لكم قصه واعره بزاف، قصه ديال واحد المجرم اللي خطير، اللي روع سكان الرياض بالمملكه العربيه السعوديه، سفاح خطير غينتهي به المطاف قطع راسو. شنو القصه ديال هذا السفاح؟ هادشي اللي غادي نعرفوا. اللي تفرج خوت في الفيديو بلا ما نطول عليكم، لايك إذا عجبك الفيديو فضلا وليس أمرا، تبارطاجي مع صحابك فضلا وليس أمرا، كومونتير زوين خفيف ظريف فضلا وليس أمرا. يلا الخوش بقاو معنا حتى الأخر، حيت كاين ما يتقال تكونسونطرا مزيان، و إلى عشاق القصص وفهم ليا مزيان المغزى من هاد القصة. داك السيد اللي نفذ الحكم هو السياف اللي قطع ليا راسو، مشى عند واحد الطبيب ديال الشرطة، قتلو الفضول، بغى يعرف القصة. قال لي قول لي عافاك، بغيت نعرف القصه ديال هذاك السيد اللي تنفذ فيه الحكم ديال قطع الراس مؤخرا. قال لي هو شاب في مقتبل العمر ديالو، في عمره 28 عام، سميتو احمد، من مدينه الرياض. ابوه ما عندوش ميت، امه مرا كبيره بزاف، عنده غير خواتاتو، كلشي مجوجين، هو اللي كاين ولد واحد في العائله، هو اللي كان متكفل بالاسره ديالو. هذا الخوت هذاك الضابط كيحكي لهذاك السياف اللي قطع ليه الراس ديالو القصه ديال السفاح. كان كيقرا بحال اي واحد، خرج من القرايه حيت ما عندوش اللي يكون به، وخاصو هو اللي يتكفل بالاسره ديالو. واحد السيد صديق ديال الاب ديالو طرا عليه واحد الفكره، قال لي غتخدم معايا في واحد المحل، غتكفل تبع العمال بحال غتكون الشاف ديال هذوك العمال. بدا المحل بدا كيشرح ليه الخدمه شنو خاصو يدير، هو كيشرح ليه شنو خصو يدير في الخدمه. قال لي عندي مشكل واحد، الواليده راه كبيره بزاف وخاصني نجي ندق ليها الانسولين، ما هي فيها السكر. قال لي خاصني نوجد ليها ما تاكل. قال لي ما كاينش مشكل، قال لي ملي يوصل الوقت ديالها سير قدي لها الغراض ديالها وجد ليها الماكله ديالها ورجع للخدمه ديالك. نهار الاخر مشى احمد، مشى للخدمه ديالو. احمد كان ذكي بزاف، كان ناضي في الخدمه، كيجيب الكليان كيقنع اي واحد. دوز شهر زادوا الارباح في داك الحانوت، مول المحل عجبو الحال بزاف، هو يهز واحد المبلغ كمكافاه وعطاه لاحمد. وقال لي هذاك السيد، قال لي مول الباترون ديالو، قال لي فين ما غادي فين ما غيتزادوا الارباح غادي نزيدك انا، نعطيك لي بريم، نعطيك الفلوس، نزيدك الفلوس، المهم الصالير ديالك غيبقى يتزاد يتزاد. احمد عاش بخير مده، هو عايش بخير، كيشري شنو خاص لمو، الدوا ديالها، الماكله، ما خاصو حتى خير. حتى جا النهار الموعود، النهار اللي غيبدل حياه احمد، من شاب طموح، شاب خدام بذراعو، الى هادشي اللي غادي نتعرفو. في واحد اللحظه تدخل واحد الشاب، شاب غريب، المحل ديال العبايات في الرياض،
والشاب داخل لابس داك الشيء عصري، لابس قميجة، لابس سروال جين، لابس هادي، داير طانقة في ودنو. احمد استغرب، جا عندو قال لي مرحبا، قال لي شنو بغيت، قال لي شنو حب الخاطر، قال لي اولا قبل ما تقولي شنو خاص، قال لي كنستغرب انك انت انسان عصري لابس هاد اللباس اللي عصري، وكيفاش داخل المحل ديال العبايات. قال لي مره راه كنبغي بحال هاد الشيء كنلبسهم في المناسبات، وشرح لي داك الشيء. داو بجوج في الهضره، ولقى احمد لقى داك السيد راه كيجي اقارب من بعيد، كيجي ديك اللعيبه ديال الشحم في الشاقور، اقارب الشحم في الشاقور، زعما قراب لبعضياتهم. صافي شراو العلاقه ولاو اصدقاء ويا. احمد رجع عند امو قال ليها شنو كاين، غير هو كيقول ليها وكيشرح ليها، وهي تقول لي بعد منه ما عندك ما دير به، وغوتت عليه. احمد طلع ليه الدم، وكيفاش الوالده سمعت السميه ديالو ديال هذا الشاب اللي عاودت ليه عليه، وهي تقول لي بحالك يعني كاين شي لغز، شنو هو؟ احمد بقى كيتساكل شنو هذا الشيء. وجا عندها نهار اخر وعاود قال لها مالك، قال لها الوالده مالك، علاش كتقولي هاد الهضره هادي، وعلاش شاب انت ما كتعرفيش؟ قالت لي شوف، الا انت ما بعدتيش منه ما انا امك، ما انت ولدي الى يوم الدين. هنا احمد دخلوا الشك وبغى يعرف شنو هاد اللغز ديال امو مع خالد، غير سمعت سميتو ترعبت وقالت لي بعد منه، وبدا كيقلب. واحد النهار هو يعيط خالد على احمد، قال لي الو كي داير لاباس بخير، قال لي احنا سهرانين مجمعين مع بعضياتنا الشباب، اجي عندي نسهروا، صار معنا ضحك معنا بدل الجو. قال لي لا راه ما يمكنش ليا امي بوحدي، ما يمكنش نخليها. قال لي كون هاني امك راه نصيفط لها خدامه، راه خالد لاباس عليه، قال لي نصيفط لها خدامه وغتقابلها وانت جي سهر معنا. قال لي من انا تما كنرد عليك، عطاه العنوان وعطاه كلشي، قال لي المهم انت الا ساليتي جي عندي وعلمني مرحبا بك. دازت وصل النهار ديال اللي غادي يمشي عنده، هو يقبل، هو يصيفط ليه خدامه لعند امو، هو جا مشى معاه. غير وصل خالد، وصل هو احمد الداهل فين كانوا غاديين، مع الدخله كيبان ليه بنادم بزاف، والشطريحه ديال الشراب، كلشي سكران، وواحد الجو اللي هو ما كيعرفوش. هو يقول لي، والصوت ديال الموسيقى، هو يقول لي وقف هنا، قال لي راه كنحس براسي تخنقت، انا ما مولفش على هذا الجو. واستغرب حيت كاين دريات ودراري، المهم مقصرين مع بعضياتهم، ناشطين الشراب كلشي كيشطح. استغرب وقال اش هاد البلاصه اللي جيت ليها، واش هادشي اللي كنشوف لي ما عمري شفتو. فواحد اللحظه جات واحد الدريه شدت احمد في ايدو، في الاول حاول يقاومها، ولكن راكم كتعرفوا الشيطان كيحضر في هاد البلايص اللي فيهم المكروهات وفيهم هادشي. صافي استسلم، بدا كيشطح هو وياها، دارت ليه المخدر، سكروا التعية، ما حس براسو حتى من كثرة التعب تطاحوا بجوج، ما عقلش على راسو شنو وقع في هذيك الليلة. الغدا في الصباح فاق لقى راسو مع درية، ومن هذاك النهار غيبداو الكوارث. هنا الخوت اللي بغات العبرة من هذا لحد الآن، هي أن رفقة السوء كتورط البالة، رفقة السوء كتورط البالة. يعني هذا الرفيق ديال السوء خرج على الشاب اللي كان ما كيعرفش هاد الطريق، ها هو دخل لهاد الطريق، من هنا غيبدا طريق الفجور. احمد نهار على نهار كيتزاد، كيولي داك الشيء عنده عادي، وكيزيد من الكمية ديال السكر ديالو. وصلت بيه لواحد النهار حتى دخل لقى الخادمة قدامه داخل سكران، شد الخادم مشى يمارس معاها الفاحشة، ومو كتغوت وهي مريضة، عن الشيطان هادي والو. احمد ما عقلش عليها، احمد ولا يوميا غادي كيسكر مع صحابو، كيسهر معاهم. واحد النهار هو يمشي عنده كيف العاده باغي يسكر، وين وقع زو صحابو، قال لي من لينا هاد الروتين، يوميا كندقو البراوات، يوميا كنديرو هاد الشراب، يوميا هاد الشيء، بغينا شي حاجه جديده. ويطيح لي واحد الفكره، واحد منهم هو يخرج للزنقه، ويلقى واحد الدري طفل صغير، دخلوه مارسوا عليه جميع انواع الشذوذ، مارسوا عليه، تعدوا عليه كاملين، هما كانوا خمسه. ويمشي احمد للمطبخ، هز جنوي وتم جاي، ودوز على طفل ذبحو من هنا حتى لهنا، من الواريد الى الواريد. والخوت كما قلت لكم رفقه السوق كتورط البالة،
يعني شي واحد غديك على الطريق الخايبه بعد منه، حتى الخايبه كتورث لك المشاكل. وهذه كانت اول جريمه لاحمد. فصل الراس عن الجسد ونظفوا داك الراس بمواد كيميائيه باش ما يبانوش الاثار ديال الجريمه، وصيفطوا عند صاحبهم السادس اللي ما كانش معاهم. هز خالد واحمد هذيك الجثه وحرقوها وتخلصوا منها. احمد ما بقاش كيديها في امه، ما بقاش مهلي فيها. واحد النهار تم جاي راجع كي ساخط مشى كيقلب على واحد الساك ديالو، امه كتقول ليه واحمد انا راه امك تشوف فيا تهلا فيا هذه. ما قالش على امه الله يستر، هز داك الساك تكى على امه تهرس ليه الجمجمه ديالها ايوا ومشى خرج في حاله. احمد غبر ما بقاش كيبان، بقى كيجي المحل كيجي الدار، الباترون ديالو مشى كيسول عليه والو، ما قال ليه غبر ليه الاثار سول عليه في الدار ما كاينش. كيسوني ليه الهاتف ديالو مسدود. احمد فين مشى؟ الباترون ديالو ملي ما لقاش صافي مشى بلغ على الشرطه. الشرطه جاو ضروري غير جاو الدار ديالو، مي جاو الدار ديالو كيشم واحد الريحه اللي خايبه، مع فرقعوا الباب دخلوا كيلقاو الجثه. مشاو داروا ليه داك سميتو التشريح، كيلقاو الجثه ديال الام ديال احمد، وعرفوا بان احمد قتل الام ديالو الله يستر. شوف دابا الرفقه ديال السوق فين وصلت الشاب، شوفوا كيفاش كان شاب ظريف، شاب شاد طريق الله، شاب خدام دخل العالم ديال السكر، ولا مجرم خطير بسبب هذا الشيء، وقتل صبي صغير فصل الراس ديالو على الجسد وقتل الام ديالو. احمد الحاله ديالو تدهورت بزاف، ما بقاوش عنده الفلوس، ولا كيمشي عند خالد على قبل المخدرات، خالد كيجري عليه حيت ما عندوش الفلوس، ضروري خصو يقلب على الفلوس. قال راه مشي عند السيد اللي كان خدام عنده، مشى عنده رحب به دخلو، ولكن عارف راه هو المجرم. غير غفلو عيط على البوليس قال لهم اللي قتل امو ها هو كان عندي في الدار. جاو البوليس شدوه، شد احمد قدام اعترف لهم بالجريمه ديالهم، قال لهم انا راه قتلت الام ديالي، وحنا رانا وصحابي راه كنا كنشربوا المخدرات وها كنديروا وها كندير. ولكن ما اعترفش بالجريمه اللي داروا ديال الدره اللي قتلوا قطعوا ليه راسو. جابوهم كاملين حقوا معاهم، الهضره ديالهم متناقضه، حتى واحد ما قر ما قال على هضر على داك الدري الا واحد، هو داك السادس اللي صيفطوا ليه الراس، هو اللي اعترف بالجريمه ديال انهم قتلوا دري. واحمد هو اللي فصل ليه راسو على الكنازه ديالو، حكموا عليهم كاملين بالاعدام هما خمسه، الا الدري اللي اعترف حكموا عليه غير بثلاث سنين. وهنا الخوت هذاك السياف اللي كان سول الضابط ملي سالات القصه، فرح لانه نفذ هذاك الحكم ديال فصل الراس عن الجسد في احمد، حيت كي يستاهل. حنا ما سوقناش، هو خرج على راسو، هو مشى اتجه للشراب وداك الشيء صافي، وخرج على راسو ولا مجرم، وقتل دري وقتل امو يجوز فيه قطع الراس. الى هنا الخوت كتسالي القصه اللي فيها عبره بزاف. خوتي بعدو من رفقاء السوء اللي بغيتي تبقى بخير. كان معكم عمر الوهابي، الى قصه قادمه ان شاء الله بحول الله. تفرج بارطاجي فضلا وليس امرا.